جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: ما المراد بقول الزائر للمقبرة وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، مع أن الموت أمر حتمي على كل حي، أم أن المقصود غير ما يتبادر لنا؟ جزاكم الله خيرا. كان السائل يريد لماذا جيء بالاستثناء بالمشيئة، نعم، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، مع أن الموت معلوم أن كل نفس ستموت. والجواب عن هذا والله أعلم أن كلمة إن شاء الله إما أنها للتحقيق، وإما أنها لأجل الوفاة على الإسلام واللحاق بالمؤمنين، لأن هذا أمر غير مضمون، والإنسان ما يدرى، لا يدري ماذا يختم له، فهو يقول إن شاء الله من باب الاستعانة بالله وحسن الظن بالله أن يموت على الإسلام وأن يلحق بإخوانه المؤمنين. نعم.